صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لنهار 31 أيار مايو 2017. يكثر الحديث عن التقاسيم الانتخابية وكيف سيقسم مشروع الوزير السابق مروان شربل، والذي بعض التعديلات الطفيفة دخلت عليه من النائب جورج عدوان، كيف سيقسم المقاعد، التوزيع بين النسبية، تحديدا النسبية التي ستكون شاملة ومعتمدة كنظام انتخابي. اليوم أيضا هنالك مطالبة بإلغاء مقاعد نيابية بدل نقل المقاعد. من هم النواب المهددة؟ يعني ممكن القول ولايتهم المقبلة إذا ما ذهب الجميع باتجاه تخفيض عدد المقاعد إلى 108 نواب بدل 128. حسنات وسيئات المشروع المطروح، والذي يبدو بأنه سوف يسلك باتجاه طريق القبول من قبل كافة الأفرقاء السياسيين، وهذا الأمر مرهون بموقف رئيس الجمهورية المرتقب في إفطار نهار الخميس في بعبدة. هذه التفاصيل ستكون محور بحثنا وإجاباتنا بعد قليل في الحدث. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفي الباحث في شركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. صباح الخير. صباح الخير لك، صباح الخير لمشاهدي تلفزيون جديد اليوم الصبح بآخر نهار بهالشهر اللي كان إن شاء الله يكون في أزمات كتير، إن شاء الله يكون بداية انفراج إن شاء الله الشهر القادم إن شاء الله. أكيد يعني اليوم بدنا نحكي معك ب يمكن بقول البعض أنه شركات الإحصاءات والإحصائيين هن الأشخاص اللي بيقدروا يعرفوا النتائج قبل كل العالم بالانتخابات، وهي دول اللي بيكونوا قبلة السياسيين، لأنه أي قانون بالآخر عم ينشغل عليه الكل في الطبقة السياسية يريدون معرفة النتائج قبل أن يهمون يمكن كل الإصلاحات. حتى الساعة ما سمعنا شيء عن إصلاحات المشروع الذي أعاد طرحه النائب جورج عدوان، وهو معروف بمشروع حكومة الرئيس ميقاتي والوزير السابق مروان شربل. إلى أي مدى فعلا هو مشروع الوزير السابق مروان شربل؟ ماذا في حسنات وسيئات هذا المشروع؟ من الخاسر ومن الرابح به من الطبقة السياسية والأحزاب السياسية؟ لأنه في ناس إلا ما تخسر وتربح بمكان معين. عم نسمع كتير اليوم حديث عن نقل المقاعد. أول شيء سمع أو بالأحرى اليوم عم نسمع بسحب مقاعد أو إعادة الوضع إلى 108 نواب بدل 128. سمعنا بنقل مقاعد، ما هي المقاعد التي يراد نقلها أو يراد إلغاؤها اليوم؟ أيضا من ضمن العناوين النسبية، كيف ينتخب الناخب على أساس نسبي، وشو اللي لازم يعرفوا المشاهدين ولازم يعرفوا اللبنانيين إذا كان فعلا بدها تصير الانتخابات بنهاية هذا الصيف. لكن اسمح لي بداية أستاذ محمد، قبل شكرا كلارا. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، واجدد الترحيب بضيفي الباحث في شركه الدوليه للمعلومات محمد شمس الدين. صباح الخير من جديد. صباح الخير. استاذ محمد، بدايه هذا المشروع الذي مؤخرا طرحه النائب جورج عدوان، اولا هو مشروع يعني المشروع اللي عرفنا فيه بتسميه مشروع الوزير السابق مروان شربل ومشروع حكومه الرئيس ميقاتي. قبل ما ادخل بصلب الموضوع، بالمقدمه حضرتك قلتي عن دور مكاتب الإحصاءات واستطلاعات الرأي عشية الانتخابات. بالحقيقة هي من عملية تبصير ولا عملية ضرب بالغيب. اليوم بده يكون عندك قانون واضح، بده يكون في مرشحين، بده نعرف شو التحالفات على ضوء. بتعملي دراسة، بتعملي استطلاع للرأي العام بالدائرة المعينة، بتقدر تشوفي حظوظ المرشحين والكتل والتحالفات، مين أقوى ومين أضعف، مين بيسوى يكون مرشح ومين ما بيسوى يكون، مين بيسوى نرشح. وبالتالي كل شيء كان عم بيصير بالفترة الماضية برأيي هو غير صحيح وغير دقيق. كل شيء مثل شو؟ كل الاستطلاعات والأرقام إنه بيربح فلان وبيكسب، لأنه ما كان في قانون واضح. أول شيء ما في قانون، وهلأ بعدني عم أقول لو يعني في عنا ثلاث عناصر، في عنا قانون، في عنا مرشحين، وعنا تحالفات. أكيد. أو ثلاثة عضو أو ثلاث عوامل. بتقومي أنت بالدائرة المعينة، بتعملي استطلاع للرأي العام، بتعملي دراسة، بتشوفي مين الأقوى مين الأضعف، مين حظوظه بيربح. بس في شيء اسمه نفس انتخابي كلنا بنعرفه، هذا في يصير يعني مثل لما بتقول اليوم اللبنانيين ما بدهم هذه الطبقة، في غضب. إيه؟ بس لما بده يجي نعمل استطلاع قديش اللبناني فعلا صادق
في أن يعني ينفس غضبه أو ربما تأييده بقلب صندوق اقتراع. بس خليني يعني كفي الفكرة. فعمليا إذا جيت أنا قبل بشهر أو قبل بشهرين أو هلأ وجيت قلت لك فلان بيربح وفلان بيخسر وفلان هالقدي، هذا بيكون غير صحيح، بيكون نوع من التنجيم، لأنه ما عارفين شو القانون، ما عارفين مين مرشح، وبالتالي بيكون غير دقيق. فاليوم حتى ما نشوه صورة استطلاعات الرأي وأي نتيجة طلعت بالماضي منا دقيقة أو منا صحيحة، نحن عندما يقرر القانون تعلن التحالفات ويعلن المرشحين، عدو أم نقدر نعرف مين عنده ومين ما عنده، مين بيسوى يتحالف مع مين، وشو مين بيربح ومين بيخسر. فالعملية هي عملية علمية بحثية ترتكز إلى استطلاعات بتصير مع الناس، وليس غيب وتنجيم وليس توقعات توقعات يعني. هلأ نحن اليوم بعد وقت بلشنا نحكي عن قانون الانتخاب تقريبا من بداية السنة لحد اليوم، وبالفترة الماضية طرح 25 صيغة مختلفة لقانون الانتخاب، شيء اختراع فردي، شيء لبنان دائرة وحدة على النسبية، شيء أكثري ونسبي 68 ب60 64 ب60 64 ضمن صيغة مختلفة، شيء العودة إلى الستين، آخر شيء طرح التأهيلي إنه بنتأهل على القضاء طائفيا بنروح على النسبية، طرح لبنان طرح الاقتراح الأرثوذكسي إنه كل مذهب ينتخب نواب والمختلط نص أكثر هو. فطرح 25 صيغة مختلفة، ومن اللي طرحوا الصيغة اللي طرحت الصيغة الحالية اللي هي 15 دائرة تمرة شوي ورجعنا لبشناها من جديد لنحكي عنها. هيدي الصيغة عمليا شو هي؟ هي صيغة تعتمد نسبية. أولا هيدا مشروع الوزير شربل؟ لا هو مطور. بشو مطور؟ شو أضيف عليه؟ الدوائر؟ يعني مثلا عدنا تقسيم المناطق من جديد، عدنا باقتراح الوزير شربل كان فيه صوتين تفضيليين، والوزير شربل لا يزال مصر انه الصوتين التفضيليين افضل من صوت تفضيلي واحد، ففي فروقات معينه. الاقتراحات اللي عملتها حكومه مئاتي وقت كان الوزير شربل وزير داخليه قدموا عده صياغ، 9 دوائر و10 و13 و15، وبالتالي اني راحوا على مجلس النواب 13 دائره مع صوتين تفضيليين، هون جايين ب 15 دائره مع صوت تفضيلي، مع صوت تفضيلي واحد. الوزير شربل عنده نظريته انه الصوتين افضل من الصوت الواحد، بس يبدو الاتجاه هلا هو نحو صوت تفضيلي، وكان الصوت التفضيلي صوتين تفضيليين على مستوى الدائره مش على مستوى القضاء، هون يعني الصوت التفضيلي صوت واحد محصور بالقضاء. ففي فروقات اذا بدك معينه، كما انه كان في حاصل انتخابي اذا بنحكي عنه بكل دائره، هون يبدو رايحين على بس يفهموا الناس مصطلح حاصل انتخابي هو قسمه عدد المقترعين على عدد المقاعد اذا بنحكي عنه باكثر من دائره. فعمليا بعد كل هذا النقاش وصلنا للصيغة الحالية اللي هي 15 دائرة وفق نسبية كاملة، وهي الدوائر في بعض منها إذا بدك جديد، يعني مثلا بكل الصيغ المطروحة كانت بعبدة والمتن، هالمرة حاطين بعبدة لوحدة، هيدي أمر فريد. من الصيغ اللي طرحت كمان كان دايما صيدا جزين الزهراني وإلى حد ما سور، جينا نحن هلأ طرحنا جزين صيدة لوحدهم والزهراني وصور لوحدهم، هيدي كمان بدنا نفهم شو دلالتها، صيغة جديدة. فعمليا هؤلاء 15 دائرة فيهم علامات استفهام وفيهم معطيات جديدة تختلف عما كان يتم تداوله. إذا بدنا نمشي إذا قبل ما أدخل بالتقسيمات، إذا بدي أحكي بهذا المشروع الجديد، بداية هو أفضل ما طرح بالمعنى نسبية دوائر، صحيح صار في دوائر صغيرة متوسطة، بس البعض بيقول انه بتأمل حسن التمثيل بأي معنى، اما تمثيل الطائفة او التمثيل اللي هو قرب الناخب من المرشح. طبعا هذا اذا بدك الصيغ ال25 هذا افضل ما طرح، لانه اليوم في عنا دائما وقت كنا عم نحكي عن قانون انتخاب في عنا هاجس، وكيف نؤمن تمثيل صحيح للمسيحيين. احنا اليوم مننا طائفيين، بس اليوم هذا البلد بناكل طائفي وبنتجوز طائفي وبنموت طائفي، وبالتالي الطائفيه فايته بعظام اللبنانيه. يعني انا امبارح كنت عم بحكي وبعدني انه بفهم نعين مدير عام ضمن طائفه معينه، بس حتى السفارات البرة والقناصل البرة بالدول على المستوى الطائفي بنوزعهم، يعني الى حد انه نحن عايشين طائفيا. فما فيك تقولي نحن لبنان قائم على مناصفه، بس اليوم في خلل ديموغرافي، اليوم المعطيات اللي عندنا بتشير انه بالإحصاء الأول والأخير للسكان اللي صار سنة 32 كانوا المسيحيين 60%، اليوم أعداد المسيحيين تراجعت
لوائح الشطب الأخيرة بتشير إنه المسيحيين هني 35.5% من الناس من الناخبين. هيدي في لوائح الشطب تبع 2017 2017 وبالتالي 35% والمسلمين هن اللي هن 64.5%. وبالتالي إذا لبنان قائم على المناصفة يعني 64 نائب مسلم 64 نائب مسيحي، من المستحيل انه ال 35% يقدر يجيبوا ال 50%. مشان هيك كان دائما الهاجس انه كيف نحقق صحه تمثيل للمسيحيين وما نخلي الصوت المسلم او ما نخلي المسلمين يجيبوا اكثريه النواب المسيحيين. مشان هيك دائما هالهاجس موجود. واليوم الارقام الموجوده اذا بس بنعرضها شوي اكيد بنشوف انه عدد الناخبين ارتفع خلال هاي الفترة من 2009 بنشوف نحن لنشوف قديش واصلين. بسنة 2009 كان عدد الناخبين 3,257,000 ناخب. 3,257,000 ناخب. نحن بال 2017 صرنا 3,685,000 ناخب. اوكي. هودي كيف موزعين هلا حاليا؟ بنسبة 35.5% مسيحيين و 64.5% مسلمين. هالارتفاع اللي صار ما بين 2009 و 2017 ارتفعت نسبة الناخبين 13.1%. بس هذا الارتفاع ما كان متساوي عند كل الطوائف. عند مين ارتفع أكثر؟ ارتفع عند المسلمين بنسبة 19% وعند المسيحيين بنسبة 4.3%. فصار المتوسط الارتفاع هو 13%. فهذا الخلل الديموغرافي هذا اللي حكى عنه واللي عم يحكوا عنه المسيحيين انه كيف فينا نحصن او كيف فينا نعمل ضوابط للنسبيه. لذلك تم اعتماد ال 15 دائره. هلا طبعا التاهيلي او الارثوذكسي كان بيامن فوز النواب المسيحيين باصوات المسيحيين لانه محدد انه المسيحي المسيحي بينتخب المسيحي. هلا وصلنا لهذا. انا برايي هو قد يكون افضل الصيغ التي طرحت. قد ايه بيامن من يعني ان يمثل اذا بالتمثيل الطائفي مثل ما هو بيامن المسيحي ينتخب مسيحي يعني اذا حصه كبيره. انا بدي ارجع ما بدي استبق النتائج بس بيامن اكيد حصه كبيره. ما بيامن ال 64 أكيد. بس اكيد افضل من قانون ال 60 لانه ضمن التوزيع الدوائر اللي صار هو اوكي. بعض بينتقد القانون انه كثير طائفي عمل مقاطعات للطوائف يعني هيدي للشيعة وهيدي للمسيحيه وهيدي للسنه وهيدي مختلطه الى حد ما. فعمليا هو يحقق تمثيل للمسيحيين افضل من قانون الستين. ليس مثل الارثوذكسي وليس كما التاهيلي لكن هو حد مرحله وسطى ما بين اثنين. بتقسيم الدوائر ولا هذا بيعطيهم اياه صوت التفضيلي؟ لا بتقسيم الدوائر طريقه تقسيم الدوائر واعتماد صوت تفضيلي لحتى ما المسلمين كمان ينتخبوا مسيحيه. لانه اليوم اذا صار في عندك دائره صغيره وصوت تفضيلي واحد المسلم حيعطي للقضاء تبعه وللمرشح المسلم مش حيعطي للمسيحي. فعمليا غير نادرا ممكن يصير في يعني انه نحن طائفيين بالبلد بالنهايه. فهيدا التقسيم لل 15 دائرة وله تقسيم طائفي مش عم أقول لك تقسيم شيء تاني بأمن إلى حد ما صحة التمثيل أفضل من الصياغ الماضية اللي كانت مطروحة. بس بهذا السياق يعني عم تحضرتك عم تعطيت أرقام عدد الناخبين بلبنان. لما نقول 3,685,000 ناخب أكيد من مش من أصل عدد 4 مليون شخص. لا ما في يعني قد ايه اليوم اخر احصاء سكاني هو هون يعني اليوم لما يصير انه نحن نصير 4 ملايين ناخب فقديش نحن عدد سكاننا اللي هو واقف ومجمد من احصاء 32 لا نحن لا واقف يعني الاحصاء صار ب 32 بس اللبنانيه عم بيزيدوا حسب أكيد الدراسات بس الرقم يعني حسب الدراسات اللبنانيه عم بيزيدوا عم يولد بالسنه بحدود ال 90,000 لبناني كمتوسط خلال السنوات الماضية وعم بيموت 25,000 يعني لبنانيين عم بيزيدوا كل سنة 65,000 لبناني. عدد الحاملين الجنسية اللبنانية هلأ هو بحدود 5,300,000 كل مين معه جنسية لبنانية سواء مقيم أو غير مقيم هني 5,300,000 لبناني بس. المقيمين بلبنان يقدروا بالأربع ملايين 4,100,000 والبقية 1,200,000 خارج لبنان. هودي عم يحملوا الجنسيه اللبنانيه فهودي اعداد الناخبين مش المقيمين. الناخبين ممكن يكونوا مقيمين وممكن يكونوا مغتربين. فهودي هن 3 مليون قصدك حملت الهويه يعني حملت الجنسيه اللبنانيه وهودي 3,685,000 اللي هن فوق ال 21 اي اكيد اوكي. فكل اللبنانيه هن 5,300,000 اللي عمرهم يوم واللي عمرهم 100 او اكثر هن 5,300,000 في من بيناتهم 4,100,000 مقيمين بلبنان ومليون و200
غير المقيمين بلبنان. فنحن هيدي الارقام التقريبيه الموجوده عندنا، لو ما في احصاء للسكان بس الارقام صارت معروفه، لانه اي لانه يعني في لوائح شاطئ، في لوائح شاطئ، وبالتالي لكنها غير رسميه. اوكي مش عم تيجي الحكومه لانه ما عم يعملوا احصاء للخلل الطائفي بسبب الخلل الموجود، بس الارقام هيدي هي. فنحن اذا بدي كمان كفي بنفس السياق، وقت عم نحكي عن نسبه عن 3,685,000، يفترض بهذا القانون النسبة أن تزيد نسبة الاقتراع. نحن وهيدي من الإيجابيات إذا بدك نحكي عنه، أكيد أنه بالانتخابات الماضية كانت نسب الاقتراع 50-52%-53%. نحن إذا اعتمدنا النسبية رح يشعر المواطن أنه صوته ممكن يعمل فرق، وبالتالي ممكن يغير بالنتيجة. هي هذه الأكثرية الصامتة اللي بنسميها يعني بالانتخابات. تماما، أنه بيقول لك أنا إذا نظام أكتري ورايح الليحة مثل ما هي صوتي لا بيقدم ولا بأخر، فما بروح على الانتخابات. هذا اللي بدنا نشرح للعالم، أنه هلأ عن جد الصوت صار بيقدم وبأخر. طبعا ببعض بمعظم الدوائر، مش بكل الدوائر، بمعظم الدوائر. ليه مش بكله مثلا؟ في دوائر في اصطفاف سياسي وطائفي ما رح يغير شيء. لأنه ما رح يأمن يمكن وصول الليحة للتنافس، بدها تاخذ اللي هو مع السمينة الحاصل للانتخابات. الإيجابيتين الأساسيتين لهذا المشروع، أول شيء أفضل من المشاريع اللي طرحت، واحد. اثنين، سيرفع من نسبة الاقتراع من 50-52% إلى 60 أو 65%. يعني في عندك كتلة ناخبة جديدة من 700,000 ل 800,000 شخص، هودي رح يجوا على الانتخابات وممكن يغيروا كتير بالمشهد السياسي الموجود. بس كيف بدو يغيروا؟ بدو يغيروا إذا كانوا عم يعني إذا أكيد ما في أفراد، في لوائح بدها تقتل. هون يعني كحضرتك باحث بهذا العلم، بقراءتك بتلاقي الافضل انه يتكتلوا المتشابهين باي معنى بالخط السياسي، ربما يعني تنقول المعارضه اليساريه مثلا او المعارضه اللي هي ضد النظام الطائفي، مع انه مثلا يتكتلوا بلوائح بكل المناطق اللبنانيه؟ طبيعي، لانه اذا تشتتوا بيروحوا الاصوات، بده يروحوا الاصوات، بدهم يتفقوا على مرشحين معينين عندهم حيثيه شعبيه وعندهم قبول من الراي العام ليرشحون ويدعمون، وبالتالي هذا بيزيد عدد الناخبين وبيخلي هون الناخبين جداد على مستوى لبنان 700,000 او 800,000 يعدوا بالنتيجه ويعطوا يمكن صوره جديده عن المجلس النواب القادم. لكن اذا هاي الاصوات تشتتت وكل واحد تناحر مع الثاني، انا احسن مش انت، وفي صوت تفضيلي، ايه ساعتها ممكن ما يتاثر بشيء ابدا وتكون هاي الكتله ضاعت وتشتتت. طيب كليا شو سيئات هذا المشروع؟ الامر الثاني زياده في نسبه الاقتراع، ايضا في نسبه الترشح. نحن بنعرف بالانتخابات الماضيه كان يترشح هوني عندي مثلا اذا بدنا نحكي ب 72 هي اخر انتخابات قبل الحرب، ترشح على المقاعد ال 99 366 مرشح. ب 92 على المقاعد ال 122 ترشح 128 ترشح 408 مرشحين. بال 96 ترشح 599 مرشح. بال 2000 545، بال 2005 لانه صارت الانتخابات بطريقه سريعه وسلسه اذا بدك ترشح 484، بال 2009 ترشح 2005 اول مره بيرجع بينزل العدد، بينزل لانه صارت الانتخابات بعد ما اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قالوا في انتخابات وما في انتخابات، وصارت الانتخابات بطريقه سريعه ومن اي قانون وكذا. بال 2009 ارتفع العدد لل 702، وبال 2013 وقت قلنا بدنا نعمل انتخابات وفتح باب الترشح ارتفع العدد لل 705. اوكي، فانا عم أقول يعني بمعنى اخر شو المقياس هون؟ انه كل مقعد كان له 5.5 مرشحين. اذا في نسبيه اكيد اعداد المرشحين رح تكون ضعف، يعني احنا رح نشوف يمكن على كل مقعد في 10 او 11 واحد، يمكن يكون عندنا بلبنان بكره 1500 مرشح اللي هو دليل عافي. هلا انا في كثير اصدقاء لإلي يمكن 200 او 300 واحد صاروا متصلين فيي، شو محمد مترشح؟ بقول لهم لا يترشحوا. اكيد انا مش عم قيم حدا، بس انه بشوف في رغبه عند كثير من الاشخاص انه حابين يترشحوا، يمكن ينجحوا ما ينجحوا، يمكن يجيبوا 100 صوت او 1000 صوت مش مهم، بس على الاقل بيعتبروا انه ممكن امكانيه ان يمثلوا باتت قائمه او يجيبوا اصوات اكثر، وبالتالي وبعدين مجرد ارتفاع عدد المرشحين بيعني ارتفاع عدد الناخبين. تماما، فعمليا الناس حتكون مهتمه، فهذا بيعطي حيويه انتخابيه، مش انه طالع الليحه طالعه، لا حيؤدي الى معطيات جديده. الامر الثالث المهم انه الاقتراع رح يصير باوراق معده مسبقا، يعني تشرح لنا ايه، يعني ما رح يجي انت اليوم تجيكي ورقه على البيت او انت وفيتي على قلم الاقتراع بيعطوكي لائحه حطي هيدي، لا هيدي القصه خلصت، يعني هيدي كيف بدها تكون؟ بتحتمل تزوير وبتحتمل 100 شغله. اليوم
بس يعلن الترشيحات بتروح اللائحة بتسجل الأسماء بوزارة الداخلية وبتاخد رقم. وزارة الداخلية قبل الانتخابات بتعد لائحة وحدة فيها كل اللوائح المرشحين بالدائرة المعينة. يعني تنقول بيروت الأولى في عنا 4 لوائح، أوكي، بتجي ورقة مطبوعة فيها 4 لوائح رايحة رقم 3 ورقم 5 ورقم 10، فيها صور وأسماء المرشحين وطائفتهم. فبيروح المواطن على ألم الاقتراع بفرجي لرئيس الألم هويته، بيعطيه ورقة رئيس الألم، بفوت على العازل بحط إكس على اللائحة اللي بده إياها، عنده كل اللوائح قدامه، بده ينقي من لائحة وحدة، من لائحة وحدة طبعا، بس ما في قدامه، ما في شكل، ما في يعني يكونوا الناس أبدا. يعني هيدي فكره انه نحن بنشكل ايه، لائحة مقفله ما في يحط 2 من هاي و3 من هيديك، لا في يزيد ولا في ينقص مثل ما هي اللائحه. وهون بضمن هاي اللائحه بده يختار مرشح، في ما يختار حدا، ما يختار مرشح تفضيلي، في ما يختار وفي يختار، هيدي راجعه له. فهذا كيف بيختار؟ يعني حطينا اكس مثلا، عندنا اسماء الف باء تاء، من مرشحين حطينا لواحد احنا، من مرشح ايه، كيف بتقول هيدا التفضيل؟ بتعمل سيركل عليه، بتحطي صح على الاسم اللي بدك اياه، صح، في قدام كل اسم في خانه راح يكون، ايه بتحطي له صح، معناتها هذا اخترتي، قدام كل اسم بيكون في خانه الصوت التفضيلي، ايه. اوكي، غير انك انت يعني بتعمل صح على اللي نقيتهم، اخترتهم بالليست، لا انت اخترتي الليست كلها، حطيتي من فوق رقم الليست حطيتي عليه صح، والاسم بس بتحطي عليه صح، ما بتحطي الكل، نحن عندنا اياه بسلايدز هذا الشيء، هلا بتشوفيهم ايه، لانه هلا بصيروا جاهزين سلايدز حتى يكون افكار عمليا، هيدا بحد من التزوير وبحد، صاروا جاهزين سلايدز، بس اذا فينا ما بعرف اذا قادرين نلاقي هيدا البارت اللي عم يحكي عنه اللي هو اللوايح استاذ محمد، حتى يكونوا واضحين للناس، فينا اي فينا يعني نعلق عليهم ساعتها هلا، مع انه بعد معنا بس 5 دقائق لنرجع ننتقل لكلارا. تفضل قبل ما نبدا بالسلايد حتى ما نضيع كثير كمان المشاهدين، خلينا نكفي بنرجع. هيدا الامر، هودي 3 شغلات ايجابيات بهالمشروع القانون او اقتراح القانون اذا بدك، وبالتالي بخف عندك التزوير، وبيجي بعدين الفرز بيصير سهل، لانه بيكون في برامج، في مكنه بتقرا هالورقه الاقتراع ودغري تطلع النتيجة. يعني الفرز ما بيقعد أيام وليالي مثل ما كان يصير على الورقة والقلم، أكيد، وبالاسم الفرز قديش هو الناس شايفينه معقد، لا الفرز رح يصير بشكل سريع وسلس ولا يستغرق سوى بضع ساعات، شرط أنه طبعا الدولة تجيب شركات مؤهلة من ناحية الكمبيوتر والتجهيزات. طب بس هون قبل ما أدخل بهذا، نحن إذا نحن عبواب انتخابات بهذا التطور المعين اللي هو أقله لأول مرة حيصير بلبنان، مش مأخرين نحن على التحضير لهذا الشيء؟ لا، ما هو هون السؤال، المعنيين انا يعني مش عم نحكي عن الناخبين هلا، عم نحكي عن اللي هن رؤساء الاقلام مثلا، ما بعرف كيف بيكون ذات السيستم رؤساء اقلام واساتذه مشرفين ومراقبين. انا مني بالفريق الفني بس تقريبا العارفين بهي الامور بيقولوا انه التجهيزات والتدريبات بالحد الادنى 6 اشهر، 6 اشهر بالحد الادنى، هلا ممكن تكون 4 ممكن تكون 6 اشهر، وبالتالي انا ماني خبير فني بهذا الموضوع، بس عم بسمع المعنيين بهالامر ليجيبوا التجهيزات، مزبوط، ويجيبوا البرمجيات واهلوا المعنيين من رؤساء وكتبه ولجان القيد ويحضروا اللبنانيين لتكيفيه الاقتراع، ممكن المساله تروح من 4 اشهر كحد ادنى الى 6 اشهر وربما اكثر، وبالتالي ما في انتخابات بالاشهر القادمه 3 او 4 القادمه. اتفقنا على القانون شغله كثير مهمه، بس الانتخابات اكيد اكيد بحكم المؤجله بالحد الادنى لتشرين الاول لـ4 أو 5 اشهر اللي هو عم ينحكى فيه انه تماماً. حتى ايلول اليوم مستبعد صار يعني، وعم ينحكى بانه فهيدي الامور تعتمد للمره الاولى، الناخبين بده يتعودوا عليها، رؤساء الاقلام ما عادش في عندهم تابلو مثل هوني وطوله شيء 100 متر لنحط عليه كل قلم، لا رح تصير المساله كل ورقه بورقتها تمرق عليها المكنة بتقراها لمين عطيت اللائحة ولمين الصوت التفضيلي، وبتروح دغري بتكون كمبيوترايز يعني كلها على الكمبيوتر، النتيجة مسألة ساعات بتكون مش مسألة أيام وليالي، لأنه أنا بتذكر وقت اللي كانت تصير الانتخابات سابقا على النظام القديم كانت تطلع نتيجة الفرز بالقلم، مزبوط، يعني يقعدوا يفرزوا الأقلام، يمكن إذا في طوائف متعددة وفي تشطيب كبير يمكن يقعد فرز القلم شي 6 7 ساعات، مزبوط، يخلصوا من فرز القلم ياخذوه على مركز المحافظة أو القائمة المقامية، ياخذوا كل ليرجع يتجمعوا بوزارة الداخلية، يختموه بالشمع الأحمر، ينقلوه
نص الليل تبلش لجان الفرز على مستوى المحافظة أو القائمة المقامية، تخلص تاني نهار الصبح أو تاني نهار بعد الظهر. يعني تقعد لعملية الفرز شي 24 ساعة أو 48 ساعة أحيانا حسب التعقيدات اللي فيها. فعمليا هيدي بتصور ما رح نواجهها، رح يكون الفرز سهل وبغضون ساعات قليلة. رح تابع معك أستاذ محمد أكيد، ويعني أكثر بالتفصيل بجداول حضرتك محضرة للمشاهدين لتفنيد هذا المشروع، وحتى كمان نساهم ربما بتسهيل يعني عملية فهم هذا المشروع إذا ما كنا ناوي الدولة أنه تأخذ البلد على الانتخابات. لكن أعود إلى زميلتي كلارا ومختارتها من الصحف، إليك كلارا. شكرا نانسي. طبعا ما زالت الصحف في الموضوع نفسه، تحديدا في القانون الانتخابي، وقد كتبت الجمهورية قانون الـ15 النسبي يتقدم وتعويل على إفطار بعبدة غدا تحت هذا العنوان. ذكرت مصادر مطلعة للجمهورية أن أمس شهد اتصالات كثيفة اتسمت بطبع إيجابي أدت إلى احتواء التصعيد الذي حصل أمس الأول بين قصر بعبدة وعين التيني على أثر المواقف التي أعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمره الصحفي أمس الأول. وبحسب وسطاء شاركوا في الاتصالات فإن طرفي النزاع أبديا ليونة ورغبة في عدم التصعيد، لأنهما يتفقان على أساس واحد وهو ضرورة أكل العنب وليس قتل الناطور. والعنب هنا هو قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات احتراما للاستحقاقات الدستورية والنظام الديمقراطي، وتلبية لإلحاح المجتمع الدولي الذي يكاد يكون ساخطا على نوعية الوضع السياسي الداخلي في لبنان. وتقول الجمهورية ينتظر أن يكون اليوم حاسما بالنسبة إلى مصير الوساطة الجارية على أن تتوج نتائجها في الإفطار الرئاسي الرمضاني في قصر بعبدة غروب غد الخميس. بحسب هؤلاء الوسطاء سيحصل لقاء ثلاثي بين عون بري الحريري، ينتظر أن يكون بمثابة غسل للقلوب وإعادة موضوع قانون الانتخاب على سكته الطبيعية. وتأمل المصادر المطلعة ألا تنحصر هذه الإيجابيات في تخطي الإشكال الذي حصل بين بعبدة وعين التيني حول الصلاحيات الدستورية، إنما أن تتعداها إلى تفاهم على التفاصيل المتبقية في قانون الانتخاب الجديد، لأنه بغض النظر عن ردود الفعل التي أثارها موقف بري فإن المفاوضات التي كانت جارية لم تبلغ نهاياتها على الرغم أنها تقدمت كثيرا. وأيضا في المنشأة تقول الجمهورية علمت أن أمس شهد تطورا لافتا، حيث بات قانون الانتخاب المعروف بقانون عدوان على قاب قوسين من الولادة، وأن الاتصالات التي حصلت تناقض الأجواء السلبية التي برزت أخيرا من خلال السجالات الرئاسية، وأن اتفاقا أساسيا تم على تقسيم بيروت بما يحفظ حقوق الجميع، كما أنه سجل تقدم في طريقة احتساب الفائزين. ننتقل إلى الأخبار التي عنونت الفرج ينتظر غروب بعبدة غدا. تقول وفق المعلومات المتداولة ستفعل حركة المشاورات لاسيما بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل، ستفعل هذه المشاورات وستعقد خلوات عدة بين المعنيين لإنهاء مسودة أولية للاتفاق على القانون الجديد قبل الإفطار في بعبدة نهار الخميس. وإذا نجحت المفاوضات بين القوى المعنية في منح كل فريق الضمانات التي يطالب بها، فإن رئيس الجمهورية سيزف البشارة إلى اللبنانيين في كلمته خلال الإفطار، منقذا بذلك عهده من السقوط في فخ الستين والبلاد من الوقوع في الفراغ. ووفقا للأخبار فإن مصادر مرسوم فتح عقد استثنائي لن يتأخر كثيرا، والجلسة النيابية المحددة في 5 حزيران لا تزال قائمة، ولكن لا شيء يمنع تأجيلها بحسب رئيس مجلس النواب نبيه الذي أعاد أمام زواره أمس تكرار رفضه نقل المقاعد من دائرة إلى أخرى، معتبرا أن ذلك أشبه بالتقسيم الذي لا يمكن القبول به على الإطلاق. وقال بري إنه لا يزال ينتظر الصيغة النهائية لمشروع الدوائر 15 من النائب جورج عدوان، ورد تكتل التغيير والإصلاح على اقتراحاته، موضحا أنه يأمل جوابا إيجابيا قبل الانتقال إلى مناقشة جوانب أخرى من المشروع التي لم تحسم بعد، منها طريقة احتساب الأصوات في الدائرة الانتخابية، لأن هناك أكثر من طريقة لم يتفق على إحداها حتى الآن. وننتقل إلى الديار،
حيث أشارت مصادر سياسية عليمة وعلى اطلاع بما يجري بين رئيس اللقاء الديمقراطي نائب وليد جملاط ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن الخلافات بينهما بلغت ذروتها في هذه المرحلة، والتغريدات الجملاطية بمعظمها تستهدف بيت الوسط والمقربين منه. وكشفت أن الاتصالات جرت في الآونة الأخيرة عبر مقربين من الفريقين لكنها لم تثمر أو تؤدي إلى أي حلحلة، إذ يقال أن أحد نواب اللقاء الديمقراطي استهدف الحريري بكلام جارح، سيما عندما قال إن حليفنا الأمين الوحيد هو رئيس مجلس النواب نبيه بري. أما عن الخلافات فأوضحت المصادر أن جملاط تفاجأ بما يسميه في مجالسه الخاصة استسلام الحريري أمام الرئيس ميشيل عون، ومسألة التباينات بينهما انطلقت عند تسمية الحريري للعماد عون قبيل انتخابه رئيسا للجمهورية، ومن ثم اللقاءات التي كانت تعقد بين مدير مكتب الحريري نادر الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، واستبعاد الفريق الجملاطي عن هذه اللقاءات التي كانت تتناول إعداد قانون انتخابي جديد، إلى مفاجأة أخرى لم يتوقعها جملاط عندما قرر رئيس الحريري السير بالنسبية الكاملة. نختم مع الحياة في الموضوع نفسه. سادت، تقول الحياة، سادت أجواء الوزراء والنواب والسياسيين الذين حضروا الإفطار انطباع بأن أزمة عدم توقيع عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية باتت العنوان الجديد لأزمة قانون الانتخاب، لأن الكيمياء بين رئيس الجمهورية وبري غير مستقيمة، وتدهور علاقاتهما جعل مظاهر التحدي تزداد بينهما بفعل النكايات المتبادلة، كما قال أكثر من وزير ونائب للحياة. وزير من التيار الحر قال للحياة ردا على سؤال عما إذا كانت جلسة 5 حزيران ستعقد لا داعي للعجلة إذا كنا لم نتفق نهائيا على مشروع القانون الذي طرحه نائب رئيس القوات جورج عدوان، نافيا أن تكون العقد المتبقية هي المتعلقة بنقل مقاعد مسيحية من طرابلس والبقاع الغربية وبيروت، ومؤكدا أن التيار لم يطرح هذا المطلب بل أن القوات اللبنانية هي وراءه، كما نفى أن يكون طالب بتعديل دائرة زحلة بنقل قرى ذات أغلبية إسلامية إلى دائرة البقاع الغربي. ويضيف أن التيار الحر لم يوافق نهائيا على مبدأ النسبية الكاملة في المشروع مطالبا بضوابط لها، وأن عدوان وسائر الفرقاء الذين وافقوا على المشروع ينتظرون توضيح المقصود بتلك الضوابط. وأكدت المصادر نفسها أن مطلب نقل مقاعد مسيحية من بعض الدوائر جرى تجاوزه ولم يعد مطروحا. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا على الصحف. فاصل إعلاني، نتابع بعده الحدث مع نانسي السبع. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، ونتابع حوارنا مع الباحث في شركة الدولية للمعلومات أستاذ محمد شرف الدين. أستاذ محمد، بموضوع هذا المشروع، أولا كيف تقسمت الدوائر؟ نرجع يعني نذكر العالم أكثر. دائرة ولا دائرة، بيروت الأولى كانت بتضم الأشرفية رميل الصيفي اللي هي دائرة مسيحية. هون ألحقنا فيها المدور اللي هي دائرة أرمنية، إذا بدك زي أكثرية أرمنية، ألحقناها بدائرة بيروت الأولى، يعني صارت تقريبا صارت مسيحية أكثر، وزدنا عدد النواب من 5 إلى 7، لأنه 2 الأرمن الأرثوذكس بدائرة بيروت الثانية ألحقوا بالأولى، وشلنا اللي كانوا ببيروت الثانية البشورة والمرفأ ألحقناهم ببيروت الثالثة وصارت بيروت الثانية. أوكي لحظة، بشور بيروت الثانية هي مرفأ وبشورة زيادة المدور. إيه المدور حطيناه مع الأولى. إيه. والبشورة والمدور صاروا مع الثالثة. البشورة والمرفأ. بشورة والمرفأ صاروا مع الثالثة. إيه. صار عنا الثالثة لكن. تانية هلا. صارت التانية هلا. بتضم راس بيروت، البشورة، المرفأ، مينا الحصن، دار المريسي، المزرعة، المصيط بوزقاء البلاط. أيه. وبتضم 12 نايب، يعني دائرة بيروت الثانية اللي كانت 4 نواب قسمناها. أيه. المدور صار مع الأولى، راحوا 2 أرمن أرثوذكس مع الأولى، صار أوكي. عددهم 7، والسني والشيعي بدائرة بيروت الثانية ألحقناهم ببيروت الثالثة وصار اسمها بيروت الثانية، وصار عندنا 12 نايب. هون بنشوف هون يعني قسمنا بيروت الأولى للمسيحيين مسيحية بيور، وبيروت الثانية مسلمين سنة شيعة، مسلمين سنة شيعة مع أقليات أقلية مسيحية فيها أرثوذكس وفيها إنجيلي وفيها أقليات أخرى. فهون هذا هو قصة، إذا عم ينحكى عن فرز طائفي أكثر وأكثر، يعني كانت بيروت الأولى
مسيحية، بيروت الثالثة مس إسلام، وكان في عنا الثانية وسطية أرمن وسنة وشيعة. هلأ لغينا هيدي الثانية ووزعناهم المسيحية مع المسيحية والسنة والشيعة مع السنة والشيعة. هوني منشوف بهاي الدائرة في تنوع، هذا التنوع إذا بدك السياسي بالدائرة الثالثة تحديدا، بالدائرة الثانية تحديدا، بيعطي زخم كتير للانتخابات وممكن يؤدي إلى مفاجآت. بس بالصوت التفضيلي يعني بدلا كمان محسوم ما هو ما هو حتى بهذا الصوت التفضيلي في عنا 350 في عنا 350 ألف يمكن يجي ينتخب نحن منهم 200 ألف أو 180 ألف اللي هو رقم كتير كبير وبيعدل كتير بالنتيجة اللي كنا شايفينها بال 2009. شوفوا عليه هذا بما خص بيروت بيعدل قصدك يعني مثلا لو إنه هيدا الشيء صار على بيروت مدينتي كان بيعطي نتيجة كتير كان أعطى نتيجة كتير غير. بيشوفوا عليه هوني قضاءين ضمناه عملناهم دائرة واحدة بتضم 13 نائب هاي الدائرة. عدد الناخبين هن 325 ألف ناخب، 132 ألف درزي، 125 ألف مسيحي، 60 ألف سني و 9000 شيعي. هيدي الدائرة كتير مهمة ونحكي عنها كتير لأنه هيدي في النائب وليد جنبلاط عنده حضور أساسي. القوى المسيحية بتعتبر كمان انه هي في مقاعد كان اخذها النائب وليد جملات بتسترجعها وفي حضور لتيار المستقبل والجماعه الاسلاميه على مستوى الشوف، وبالتالي هاي الدائره التحالفات هي الاساس، هي الاساس فيها. لانه يمكن يصير، يمكن انا ما عم نعطي تصور يمكن يصير تحالف ما بين التيار الوطني الحر، القوات اللبنانيه، الحزب التقدم الاشتراكي وتيار المستقبل، وبالتالي بيكون خلص انحسمت، بيكون انحسمت، ما بيصير في اي، بتصير من الصعب انه يصير في خروقات اذا هذا التحالف يعني العريضي. لانه اساسا بمشروع بهذا المشروع قديش نسبه التاهيل هو بعد مش معروف. هلا بدي احكي عن امور بعدها قيد البحث ما بتحسم. وبالتالي هون اذا تحالف هذا التحالف العريض بيصير قادر يحسم النتيجه بشكل كتير كبير. يمكن يصير في خروقات بمقعد او باثنين، اما اذا تحالف حزب التقدم الاشتراكي تيار المستقبل في نتيجة بواجه الثنائي المسيحي في نتيجة صار في معركة كتير قوية. إذا تيار المستقبل كان مع الثنائي المسيحي ضد الحزب التقدم الاشتراكي كمان في نتيجة. فهيدي من الدوائر المهمة، التحالفات بتلعب دور لحسم النتيجة. لذلك بدأ وقت لنعرف كيف نفهم كيف المشروع عن جد ومع تحالفاته. تحالفاته أهم، المشروع صار واضح من المفارقات، التأهيل وغير التأهيل. يعني بالمفارقات انه بعبدا كان دائما بكل الصياغ المطروحه تكون بعبدا مع المتن او بعبدا مع الشوفوا علي. فينا نشوف بعبدا، عندنا نحن اخذين مثال لبعبدا. مزبوط. بعبدا هيدي دايره اذا بدك بتضم 6 نواب، 3 موارنه، 2 شيعة، 1 درزي. عدد المقترعين بال2009 كان 151000، اقترع منهم 85 ألف مقترع وموزعين حسب اللي هن من الأصدر 85 ألف موارد. لا مش هودي الناخبين مش المقترعين. أوكي. عنا 69 ألف ماروني، عنا 12 ألف روم أرثوذكس، 7000 روم كاثوليك، ومسيحي مختلف حوالي 5000. يعني المسيحيين هن 51.5% بهاي الدائرة، في حين أن المسلمين هن شيعة 41888، الدروز 28000، والسنة حوالي 10000. فهيدي 48.5% يعني في تقريبا تقارب كتير كبير تقريبا نسبة مسيحية. هلا هاي الدائرة وهوني مثل بدنا نعطيه عن النسبية لو طبقت بهاي الدائرة، لو طبقت قصدك انتخابات 2009، اخذنا 2009 ونزلناها عليها. بالانتخابات اللي صارت بال2009 فازت تحالف التيار الوطني الحر، حزب الله وحركة أمل بكل المقاعد، مع أنه هن حصلوا على 54%. وهيدي هوني خلينا نشوف مساوئ النسبة الأكثرية. الأكثرية أنه في لائحة جابت 45000، 54.8% من المقترعين، وأخذت الست مقاعد كلهم سوا. واللائحة المنافسة تحالف الحزب التقدم الاشتراكي، حزب الوطنية الأحرار، القوات اللبنانية، جابت 36000، يعني 44% من المقترعين ما تمثلت ولا مقعد. هيدي بتفرجيك مساوئ الاكثر. طيب اخذنا نحن النسبيه، لو صارت عن النسبيه شو بده يصير؟ عن النسبيه في عندنا شيء اسمه الحاصل الانتخابي. شو هو الحاصل؟ هذا الحاصل الانتخابي ما بيكون على مستوى واحد، بيكون قسمه عدد المقترعين مش عدد الناخبين على عدد المقاعد، بيطلع عندنا شيء اسمه حاصل انتخابي. فنحن اللي اقترعوا عنا بانتخابات
2009 قلنا 85,000 اذا ممكن نرجع نشوف السلايد اللي قبل اللي قبل دغري ايه عدد المقترين كان 85,044 شخص اوكي قسمناهم على 6 قسمناهم على 6 طلع عندنا شيء اسمه الحاصل الانتخابي 14,174 أوكي. اوكي هلا رحنا بالصوره الثانيه بنشوف انه اللائحه الاولى جابت 45,038 بنقسمها على ال 14000 اللي هو الحاصل الانتخابي بيطلع عندنا 3 مقاعد وبيبقى 2516 شخص غير ممثلين لانه كل 14,174 بيطلع له مقعد هذا معناته الحاصل هذا هو الحاصل يعني كل شخص كل لائحة. كل مقعد يمثل 14,174 ناخب وهذا ما في يكون واحد على كل الدوائر هذا حسب المقترعين وحسب عدد عدد المقاعد تمام فطلع له 3 مقاعد اللائحه الثانيه لا خلينا نرجع عليها بليز اوكي اللائحه الثانيه جابت 36,511 قسمناهم كمان على 6300 اوكي اللائحه الثانيه جابت 36,511 صوت كمان قسمناهم على 14,174 بيطلع لها مقعدين وبيبقى 8,163 كمان كثير الرقم غير ممثل شو عملنا؟ اللائحه الاولى 3 واللائحه الثانيه 2 بقي مقعد مزبوط هالمقعد وين بيروح؟ اي وين؟ بيروح للائحه الثانيه لانه بقي عندها 8,163 صوت غير ممثلين يعني تساوي هون بالمقاعد احسنتي لو في فرق حوالي 9,000 أيه. بس رجعوا تساووا لانه هيديك عندها اول اقرب الى الحاصل الانتخابي من الاولى اللي عندها 2005 تماما فبنوزعه على اللائحه الثالثه بس هون بهذا الاكزامبل اذا مثل ما حضرتك عم تقول هيك كيف هون طب بركي اليوم الشيعي مثلا هن اللي اخذوا الاصوات التفضيليه اكثر من واصل الجواب واصل اوكي لكن نحن بهيدا التوزيع اذا اعتمدنا النسبيه واخذنا نتائج 2009 وهذا طبعا كله غلط لانه راحت الناس انتخبت على اكثر بس نحن عم نحاول انه لنفهم العالم كيف بده يكون كانت راحت 3 للاولى و3 للثانيه هون السؤال مين بيطلع بالاولى ومين بيطلع بالثانيه هون اهميه الصوت التفضيلي بنشوف اللي بعدها اذا اخذنا الاصوات اللي اخذوها المرشحين ايوه اوكي هلا هن المرشحين اخذوا تنقول 28,000 صوت بس انا قسمتهم على 6 لانه بالانتخابات الاكثر كان كل واحد عم يعطي 6 اصوات هون راح يعطي صوت فعشان هيك صار عندي 7,000 مش 28,000 او اكثر فبنشوف انه فادي الاعور اللي هو درزي باللائحه الاولى جاب 6,712 حكمة ديب ماروني بالليحة جاب 7,000 من شو بنعمل بس ما حددنا نحن بأول مرحلة حددنا حصة كل لائحة هيدي 3 وهيدي 3 حطينا المرشحين حسب الأصوات التفضيلية من الأعلى للأوطى طيب بنشوف إنه فادي الأعور حكمة ديب قناعة وهني أعلى 3 أوكي ساعتها 7,500 أوكي ساعتها إذا فادي الأعور درزي جاب 7,600 طلع درزي تأهل ساعتها الدرزي الثاني باللائحة اللي هو أيمن ما عاد له حظ خلص خسر أوكي حكمة ديب ماروني جاب 7,577 وقلعون كمان جاب 7,000 هيدي اللائحة أخذت حصتها أكيد لأنه صلاح حنان وإنموغاريوس أخذين 6,000 فكمان حسم إنه هول الثلاثة هن اللي تفوقوا لا خليني يعني عم نقول إنه اللائحة الأولى فادي الأعور حكمة ديب أنا عون حصتها ثلاثة طلعوا أوكي. فساعتها علي عمار وناجي غريز وبلال فرحات خسروا تلقائيا خسروا إيه لأنه خلص ما اللائحة حصتها ثلاثة طلعوا أول ثلاثة منها فهلأ علي عمار عنده 7,497 رح يطلع الشيعي رح يطلع باسم السبع اللي جاب 6,252 يعني حيطلع الشيعي اللي جاب أصوات منافسة. جاب أصوات أقل بس ليه لأنه علي عمار بإجا بلايحة أخذت حصتها كلها سوا فما عاد يطلع مشان هيك إذا بس مين قال إنه بده ينحسب الماروني والشي يعني الصوت التفضيلي ما بيجوز بس يعني بعدين لما بدنا نحسب ما بنحسبه طائفة لا صوت تفضيلي لأي مرشح بصير هيك هوني صوت يعني لو الناس صوتت له طائفيا كصوت تفضيلي بعدين بينحسب بالنتيجة كأنه مرشح عادي مرشح عادي مش إنه الشيعي صوت لا أنت صوتك التفضيلي بتعطيه لأي مرشح أوكي فالليحة الأولى أخذت 3 اضطرينا نرجع على اللائحه الثانيه ساعتها بيطلع مين الاول الشيعي الماروني الثاني والشيعي الثاني لانه اللائحه الاولى اخذت
اثنين موارنة. اثنين موارنة بعد بدنا مارونة، فالمارونة الثالث، فعشان هيك صلاح حنين ما بيطلع والياس بو عاصم ما بيطلع، بيطلع بيرجع الشيخ، فبيطلع بهاي الليحة. بيطلع الدرزي واثنين موارنة من الليحة الأولى، وبيطلع الاثنين الشيعة وماروني من الليحة الثانية. هيدي بناء هوني أهمية الصوت التفضيلي اللي بيحدد من يفوز، ومش دايما دايما، هيدي كتير مهم نوضحها، انه اللي بياخد اعلى اصوات تفضيلية بيطلع. اذا كان في ناس اقوى منه باللايحة واخدوا اعلى منه اصوات تفضيلية مش هيطلع، وهوني رح تعمل بكرة بالانتخابات منافسة ما بين المرشحين. انا رح اجي لعندك نانسي انتخبي اللايحة اللي انا مرشح فيها، بس اعطيه صوت تفضيلي لي مش لصاحبي مش لزميلي باللايحة، لانه عمليا الاصوات التفضيلية هي حتحدد من يفوز في هذه اللايحة. وبعدين بينحسب يعني الموضوع على اساس، يعني مثل ما قلنا، اذا لو كان الشيعي كما حالة علي عمار متقدم بالاصوات ما شرط، لانه انحسمت انه اول بدنا ثلاث مقاعد، هي الليحة طلع حصتها بيكونوا تدو ليست هن ثلاث مقاعد لو شو ما كانت طوايفهم. تماما، ومنركب الطوايف هنيك على هذا الاساس، على هذا الاساس. فعمليا انت اللي جابوا اعلى ثلاث، اللي جابوا هيدي الليحة طلعوا على ثلاث مقاعد، اللي جابوا اعلى ثلاثة طلعوا هن، فعمليا علي عمار جاب اعلى منه لصلاح حركي وباسم السبع، بس ما طلع لانه في ناس اقوى منه باللائحه باصوات تفضيليه. ايه هلا بصير هون بكره بصير يقولوا الشيعه ينتخبوا الشيعه والمسيحيين يعني بده يصير في اذا بدك منافسه كثير قويه على قصه الاصوات التفضيليه. هون اهميه الصوت التفضيلي، الصوت التفضيلي او صوتين طبعا هن ماشيين بصوت يحسم من يفوز في اللائحه. اوكي، وهون فرجينا مثال، مشان هيك يمكن بصير تنافس داخل اللائحة. طبعا حيصير تنافس داخل اللائحة، يعني اكيد ممكن في ناس ما تنقي مثلا، اذا عم نحكي بين حكمة ديب وقلعون اللي هن حلفاء، ممكن يصير في تنافس بيناتهم. تماما، ما هو هيدا بحكي. وعشان هيك ما له مصلحة يمكن المرشح يكون بلائحة فيها مرشحين قوايا، لأنه هن حيجيبوا الأصوات التفضيلية الأعلى، وبالتالي اللائحة رح تطلع بس هو مش حيطلع لأنه ما جاب أصوات تفضيلية كفاية. وبهيدا الإكزامبل اعطيناه اللي هو بعبدا، في شيء كمان جيد انه مثلا المرشحين اللي خسروا هلا من بعد هذا الشرح صار عندهم امل انه يترشحوا، ممكن كمان هي اهميه النسبيه يفوزوا. اهميه النسبيه انه تفسح للكل انه ياخذوا حظوظهم. طبعا وانا مع انه ينعمل هاي المعايير، لانه حتى ما يصير في هيمنه طوائف على طوائف، يعني نسبيه على الطريقه اللبنانيه. هذا اللي صار، وبالتالي فينا ناخذ مثال اخر. زحله، عندنا زحله، زحله كمان. زحله فينا نشوف زحلي، عنا كمان محضرين زحلي كيف بتكون، لانه هولي اخذ يعني عنا لغط كبير. يعني بس هو سؤال كمان بعبدا اساس فيها التحالفات، يعني اذا طبيعي وتيار طبيعي بوجه حزب الله والاشتراكي و تماما، اذا حيكون كمان في حيكون في فرق، حيكون في فرق كبير بالتحالفات، حتحسم نتائج كثيره بكل الدوائر. بس انا اعطيت الشوف عليه لانه التحالفات اقوى من غيرها بتحدد النتيجه. زحلي هلا، زحلي زحلي منشوف كمان نفس الشيء بانتخابات 2009. عندنا بزحلة سبع مقاعد، اثنين روم كاثوليك، واحد ماروني، واحد روم أرثوذكس، واحد أرمن أرثوذكس، واحد سني، واحد شيعي. عندنا سبع نواب بهاي الدائرة، عندنا 158 ألف ناخب، اقترع منهم 93 ألف، كانت النسبة تقريبا 59 يعني 60%، لأنه كانت من أقوى المعارك. وأنا برأيي كمان السنة بال2013 بال2017 إذا صارت الانتخابات كمان حتكون معركة قوية. هون منشوف كيف موزعين، منشوف كمان أنه عندنا شبه تجانس ما بين المسلمين والمسيحيين، عندنا 55% مسيحية و44% أو 45% مسلمين. بهيدي الانتخابات صار في منافسة بين لائحتين. فينا نشوف اللوائح، صار في منافسه ما بين لائحتين. طبعا بس قبل فينا نحكي عن الحق. تماما، نفس الشيء اللي انعمل ببعبدا، في عندنا 93376 مقترع، منقسمهم على سبعه، يعني هو عدد المقاعد، ما قسمناهم على سته ولا على عشره، عدد المقاعد، عدد المقترعين، يعني عدد اللي انتخبوا، يعني عدد الاوراق نزلت بالصندوق، مش عدد المسجلين. قسمي عدد المقاعد بيطلع عنا الحاصل الانتخابي 13340، يعني كل حاجه لائحه بدها تجيب فوق 13340 لتحصل على مقعد. اوكي، هون بنشوف اللائحه الاولى كان اسمها زحلي بالقلب، مدعومه من قوى 14 ادار، حصلت على 52% من المقترعين واخذت المقاعد السبعه. اللائحه الثانيه لائحه الكتله الشعبيه برئاسه الوزير السابق المرحوم الياس سكاف، خسرت مع انه جابت 44% من الاصوات. اوكي،
هون يعني عم نحكي مثل ما حضرتك قايل بالشرح انه هيديك اخذت 48690 صوت، اخذت كل المقاعد سبعه، وهيدي اخذت 41380 منتخب، ما اخذت ولا معهم، ما عندهم ولا معهم. هون بنرجع ناخذ بنشوف كل لائحة إذا اعتمدنا النسبية بالانتخابات أسقطناها على هاي النتائج اللي هو برجع بكرر إنه هذا غلط منه مؤاتي بس نحن بس نسهل شرحه أسقطناها. بنشوف إنه لائحة زحلي بالقلب بتحصل على ثلاث مقاعد ويبقى 8670 مع شخص غير ممثلين، بنقسم يعني 48690 ناخب الأصوات اللي حصلت عليها اللائحة على الحاصل الانتخابي 13340 بيطلع عنا ثلاث مقاعد و 8670 غير ممثلين. لائحة الكتلة الشعبية اللي حصلت على 41380 صوت مقسمة كمان على 13340 بيطلع لها ثلاث مقاعد وبيبقى 1361 غير ممثل. طيب نرجع مثل بعض، نرجع مثل بالقلب المقعد الرابع لمين، المقعد السابع لمين بيرجع؟ ل 8670 بيرجع لهيدي. فعمليا لائحة 14 أدار أو زحلي بالقلب تفوز بأربع مقاعد، ولائحة الكتلة الشعبية تفوز بثلاث مقاعد بهيدي الانتخابات. هلا رجعنا للموضوع للأسماء. من يفوز هون إذا رجعنا حطينا الأسماء كمان من يفوز، فينا من يفوز الأسماء ما عنا؟ خلينا نقول بهيدي اللائحة بيطلع عنا حسب كمان نفس السيستم اللي انعمل هونيكي بيطلع عنا بيفوز الماروني والسني والشيعي والأرمن الأرثوذكس. أوكي بهيدي اللائحة بيفوزوا هاو ثلاثة. من لائحة الكتلة الشعبية بيفوزوا اثنين الكاثوليك والأرثوذكسي. كمان استنادا إلى الأصوات التفضيلية بنشوف إنه طلع بهيديك اللائحة الماروني والسني والشيعي والأرمن الأرثوذكس، بينما باللائحة الثانية ربحوا اثنين كويتلي يعني الياس سكيف وفؤاد التركين ومرشحين والروم الأرثوذكس بيطلع فيها، بيطلعوا هن اللي بيفوزوا من اللائحة الثانية. هيدا الفرق ما بين الأكثر والنسبة من خلال نموذجين اللي هو بعبدة ومدينة زحلي. طيب خلينا نتابع معك بس هون كمان التحالفات أساس بزحلي تماما مثل ما قلنا قبل، يعني كمان إذا بصير في اي تغيير بالتحالفات انصدقت لانه بزحلي بتعرف بس بكل الحالات جدل ولغط على قديش مدام نانسي بكل الحالات بزحلي يعني ما حدا بيقدر ياخذ السبعه يعني ما بقى يتكرر ما تجربه يتكرر. 2009 ما اذا تتكرر. دخلت النسبيه الشامله ما بتتكرر ولا أبداً. مكان لانه بزحلي شفتي الفروقات كيف كانت وبالتالي شو ما كان الوضع حيكونوا 4-3 أو 5-2 أو 3-4 يعني بس ما ممكن حدا يكون 7-0 ما بس بترجع. هون خليني إذا بما قرأناه لأختم هيدول المحورين بمن يخسر ومن يربح بهذا المشروع. عملياً يعني إذا عملنا كلهم متضررين بس بعد بقول لا في متضرر أكثر. أنا إذا بنعمل قراءة سريعة برجع بقول التحالفات وحسابات تانية بنشوف أنه طبعاً التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية رابحين بهذا المشروع لأنه عم يكرس حضورهم على الشارع المسيحي وعم يأمن لهم حضور بدوائر كانوا هن مش ربحانين فيها تحديدا إذا بدك عكار إذا بدك بتيار الوطن الحر بزحلي حيكون له حضور ببيروت حيكون له حضور التيار الوطن الحر وبالتالي حيأمن لهم حضور محلات كانوا غايبين عنها نتيجة اعتماد النسبية. هلأ إذا بتحالفوا مع طيار المستقبل كمان بيأمن حضور أكثر وأكثر. لكن الفريق الرابح الأول هو الطيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. الفريق الشيعي رابح. هلأ طبعا الفريق الشيعي قد يتعرض إلى خسارة عدد محدود من المقاعد في بعبدة في بعلبك الهرمل وفي النبطية مرجعيون حصبية. لكنه في بيروت رح يفوز وفي زحلة وفي البقاع الغربي وبالتالي هيدي دوائر كان مش موجود فيها التحالف الشيعي رح يكون موجود فيها. فأنا برأيي بتقدم أو بأسوأ الحالات بحافظ على الحجم تبعه بس الأرجح أنه يتقدم لأنه حيخسر خسارة محدودة وحيكون له ربح أكبر بعدين في عنده حلفاء تماما حيكون عنده بزحلة بالبقاع الغربي وببيروت لأنه هالكتلة المؤيدة له اللي كانت موزعة ما بين تاني وتالتي حطيناها يعني زقاق البلاط والبشورة حطيناهم بمحل واحد وبالتالي صار في عندهم إمكانية أكثر.
نائب وليد جنبلاط يفترض إذا نجح بهي التحالفات تحديدا مع تيار المستقبل يقدر يحافظ على الحجم المقاعد كله، المقاعد اللي كانت موجودة معه بشروف علي أو ببعبد أو ببقاع الغربي أو ببيروت. المتضرر طبعا تيار المردة كمان بحافظ على وجوده أو ممكن يزيد، لأنه اليوم تيار المردة حيحقق تقدم بزحله بزغرته وعنده حضور بالبترون وبالكوره، ومن خلال اذا تحالف مع الحزب السوري القومي الاجتماعي ممكن كمان يحقق تقدم. المتضرر الاكبر من هذا المشروع هو تيار المستقبل. ليه؟ لانه تيار المستقبل بكل الدوائر عنده تحديات، وهو ربح بالأكتر بالنسبة مش حيربح، يعني بعكار الوضع مختلف، بطرابلس الوضع رح يكون غير شيء، بزحلة حيكون غير شيء، ببيروت اللي هي 10 نواب بيروت الثالثة مثل ما هي ما بيقدر ياخدها من نسبية. فعمليا هون الرئيس سعد الحريري إذا قبل بهذا المشروع بيكون قدم تضحية كبيرة، بأنه هو شايف بيتسجله أنه هو يعني طبعاً اللي طبعاً الخاسر، لأنه كل القوى ربحت وكل القوى أو حافظت أو ربحت، هو الوحيد الخسر وقبل. فأنا مش عم بموقع لا الإشادي ولا بس أنا عم وصف الحالة الموجودة، أنه إذا الرئيس سعد الحريري شايف أنه هذا المشروع رح يخسره وبالتالي قبلين فيه بيكون عم يضحي. فينا نقول كمان أنه من الرابحين هن من هم كانوا خارج التمثيل التاريخي النيابي مثل الحزب الشيوعي اللبناني إذا تكتل مع لوائح مثلا طبيعي الحزاب والمجلس. لا نحن عم نحكي عن الحزب الشيوعي لأنه لم يمثل يوما بالبرلمان. هلا بده يعمل تحالفات، الحزب الشيوعي عنده حضور بكثير دوائر بس مضطر يعمل تحالفات لأمن فوز لأنه الدوائر منا كبيرة. هون لو الدوائر على مستوى المحافظة أو على مستوى لبنان كانت كل هاي الأحزاب عندها حظوظ لوحدها تطلع، لأنه عم تجمع المناصرين لها على مستوى لبنان. بس بما أن الدوائر صغيرة، يعني اليوم عم نحكي ب 15 دائرة مثل ما شفت، يعني هي قضاء عمليا يعني بعبدة بعد قضاء، المتن بعد قضاء، عكار بعد قضاء، زحلة بعد قضاء، بعلبك الهرمي، يعني في عندك لو سمحتي لي عندك بعبد واحدة اثنين ثلاثة بس فينا نسميهم بعبد المتن، بعبد المتن عكار شو اسمه زحلة رشاية والبيع الغربي وبعلبك الهرمل، يعني واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بعدهم مثل ما هني وهوديك ما تغير شيء، يعني شيء جذري يعني فيهم مش هالقد جذرية انه جبال وكسروان، يعني بعد القصة أهلية بمحلية يعني، وحتى الزهراني وصور ما تغير شيء، ما تغير شيء. فعمليا بتشوفي انه التغيير بالدوائر بعده هو ذاته، اللي تغير هو طريقة الاقتراع، يعني بدل ما يكون اكثر يصار نسبي، هذا الشيء هذا النظام. فبمعنى اخر انه هيدا اذا بدنا نحسب من يربح ومن يخسر في هذا القانون، برجع بكرر انه ولحد الان يبدو انه الرئيس سعد الحريري مش معترض على هذا المشروع، يمكن اعتراضه على موضوع نقل المقاعد، يعني عم بيقول وان كان في اعتراضات بداخل تيار المستقبل يعني ايه، بس الرئيس سعد الحريري عم بيقول انه بلنا بس كمان مش من كل شيء، انه ما تاخذوا كمان المقاعد لبيروت الثالثه تنقلوها على الاولى وبالبقاع الغربي تنقلوه. لذلك اليوم عم ينحكى هسه بنحكي بنقل المقاعد، خليني بعد الفاصل ادخل الى نقل المقاعد، ما هي المقاعد التي يعني يتم الاصرار على نقلها او المطالبه بنقلها، ومجددا يعني نبشنا موضوع تخفيض عدد المقاعد الى ما يعني قبل الطائف بعد فصل اعلاني اخير. اقول لك الموضوع مشاهدينا اهلا بكم من جديد، وقبل ما نتابع حوارنا ننتقل مباشره الى زميلتي رواند بخزام التي تتابع جلسه مجلس الوزراء. صباح الخير رواند. صباح الخير نانسي لك ولضيفك. اليوم جلسة مجلس الوزراء هي جلسة عادية ببنود عادية إدارية تحديدا من نقل الاعتمادات وما إلى ذلك، ولكن كل عند وصول الوزراء إلى سراي الحكومة كان في تصريحات شوي قوية، وهي تحديدا تصريح الوزير سيزار أبي خليل، ومن بعد الخطوة التي قام بها بالأمس حول مقاضاة كل من تعرض لوزير الطاقة وتحديدا في موضوع البواخر الكهربائية. فقال الوزير سيزار أبي خليل وما وصفه الوزير بطرس حرب أن مقاضاة الوزير سيزار أبي خليل هي الخطوة السخيفة، فتحديدا حول هذه الكلمة رد الوزير سيزار أبي خليل أن السخافة هو من يستقي معلوماته من الصحف ومن الجريدة
جرى يدوى حول تقديم هذه الدعوة عند وزير العدل. قال الوزير سيزار أبي خليل أن هذه الخطوة قانونية 100%، ومن واجبات وزير العدل هو أن يحرك التعاقبات. وفي شق قانون الانتخابات وحول سؤال سألناه للوزير الحاج حسن، هل هناك تفاؤل في فتح دورة استثنائية قبل جلسة 5 حزيران التي حددها الرئيس نبيه بري لمناقشة قانون الانتخاب، إذا ما تم إلى توافق على قانون انتخاب، أو سيكون هناك جدول عادي إذا ما تم التوافق على قانون انتخاب؟ قال الوزير الحاج حسن أنه متفائل. أما الوزير نهاد المشنوق قال أنه هناك انفراجات في موضوع قانون الانتخاب، ويعتقد أنه لا يمكن العودة إلى 60، ومن الصعوبة العودة إلى 60. هذه هي الأجواء في السرايا. نانسي، نستمع الآن إلى أبرز ما جاء في كلام الوزير سيزار أبي خليل. هيدا الاستسهال بالتعرض لكرامات العالم، والاستسهال بالتعرض لسمعة العالم، بده يوقف. اللي عنده شيء لقينا فيه على المحكمة. طيب مع الوزير شو بتقول له للوزير؟ بعد 10 سنين للوزير بطرس حارب، هل بتعتبر انه البواخر بعد 10 سنين؟ بقول له الوزير بطرس حارب انه السخافه هي باللي بيستقي معلوماته من الجرايد وبيطلع بيعمل فيها وبيتهم العالم. مع الوزير، مكتب وزير العدل هو المكان المناسب تروح تقدم شكوى على الماده 14 من قانون العقوبات، رجعها هي هيك بتقول، هيك لازم اعمل انه وزير العدل. أنا بوصل مش على القضاء المختص، بوصل المعلومة لوزير العدل يلي عنده الصلاحية. وزير العدل من فريقك السياسي كمان اليوم؟ أنا اليوم وزير. نعم. يعني لأنه إذا وزير العدل من فريق السياسي بطل ادعي. لا، ولا ادعي عند القضاء المختص. وزير العدل اليوم وزير، بكرة مش وزير. وزير العدل بحرك التعقبات، وإذا كان وزير غيره كمان بحرك التعقبات. هيدي واجباته، واجبات حي الله وزير عدل يحرك التعقبات. لما وزير هالاستفسار اعتبرته تعدي انت الاستفسار من بعض النواب؟ ما صار في استفسار، صار في اتهام ب 800 مليون دولار خليه يظهرها، صار في اتفاق ب 300 مليون دولار حق يثبتها. تعرض لكرامتي ولسمعتي لن يموت، وبده يدفع حقها مهما علي شأنه اللي عم يتعرضنا بسمعتنا، بده يدفع حقها. شكرا للزميلة رواند بخسام. في لغة جديدة يبدو مستخدمة، وبعرف قديش تنشوف كيف هذه المعارك أين تنتهي أساسا. رح تابع بشي يفيدنا أكثر يمكن للمشاهدين بالشرح بموضوع نقل المقاعد اليوم المطروح. قديه تعتبر أستاذ محمد أنه واردة نقل المقاعد؟ أمر صعب. أنا عم أقول نقل المقاعد أمر. ليه أمر صعب؟ لأنه كل بعد ما قسمنا الدولة بديك، كل مجموعة أو كل طائفة بتحاول تحافظ على المقاعد الموجودة بمنطقتها، وبالتالي نقل هاي المقاعد مسألة صعب، خصوصا شو هي المقاعد؟ فينا نشوفها؟ المقاعد عم ينحكي عن 5 مقاعد عمليا، أنه 4 منها بمناطق نفوذ لتيار المستقبل. يعني إذا تيار المستقبل متضرر من القانون، بترجع أنت بتقول كمان نقل له مقاعد، يعني عم تزيد الضرر أكثر وأكثر. بنشوف أنه المقاعد المطروح نقلة هني المقعدين المارونيين في طرابلس والبقاع الغربي راشية. هؤلاء المقعدين أنشئوا بسنة 1992. هلأ بنشرح يعني اللي هني حاليا النائب سامر سعادة والبقاع الغربي راشية نائب روبير غانم. نحن بنعرف مثلا مقعد طرابلس شغله لحد 2005 النائب جون عبيد. بال2005 ما كان في حدا من المنطقة ترشح له النائب الياس عطالله اللي هو من الشوف، وهلأ سامر سعادي اللي هو من البترون. ففي اقتراح انه ينقل مقعد طرابلس الى البترون، ومقعد البقاع الغربي راشية الى كسروان جبيل. عندنا مقعد الاقليات المسيحية ببيروت الثالثة، هذا مقعد قديم موجود ببيروت من سنة 1922 هالمقعد موجود، وبالتالي في اقتراح انه ينقل الى بيروت الاولى. المقعد الانجيلي ببيروت الثالثة كمان، هذا المقعد من سنة 1960 في اقتراح انه ينقل الى، بس هو اللي مش منقولين هلا بالطرح الجديد؟ لا لا لا، بعدهم هن بقية بيروت الثانية، هن هلا ببيروت الثالثة بعدهم، يعني بيروت الثانية ثانية باقتراح عدوان، يعني بيروت ثانية تماما. مقترح انه ينقلوا على بيروت الاولى.
وعندك المقعد اللي عم ينحكى عنه بس بطريقه خجوله يعني. ينقل المقعد الماروني في بعلبك بس الغرمي. هدول عم نحكي بمقاعد ما قبل الطائف موجوده 22 60 60 الثلاثه موجودين ما قبل الطائف واثنين بعد الطائف واثنين بعد الطائف طرابلس والبقالة طبعا مقعد الماروني ببعلبك الهرمي اللي عم ينحكى عنه بخجل اول شيء لانه في حزب الله اول شيء في كتله مارونيه كبيره فوق في حوالي 27000 ماروني وثاني شيء حتى ما يتخلخل العلاقه ما بين حزب الله والتيار الوطني الحر فعم ينحكى عن نقله بس بطريقه خجوله جدا اكثر شيء عم ينحكى اذا بدك مقعد طرابلس مقعد الانجيلي مقعد الانجيلي ومقعد طرابلس عم ينحكى اكثر شيء عن هودي المقعدين بس النقاش حول هول الخمسه طبعا الرئيس مجلس النواب نبيه بري كان جازم انه هو ضد النقل اكثر من فريق حتى بالمستقبل في فريق كبير جازم ب خلينا نشوف شو تفصيلات هاي المقاعد بعدين بنشوف انه المقعد الماروني بطرابلس في عنا بطرابلس مقعد ماروني واحد عدد الناخبين الموارنه هن 4378 مقترح نقله الى قضاء البترون في مقعدين مارونيين يعني بيصيروا ثلاثه وعدد الناخبين الموارنه بقضاء البترون هن 44325 بيبقوا هوليك ال 4387 غير ممثلين غير ممثلين بعدين. وهذا مثل ما حكينا المقعد انشئ بسنه 1992 بعد ما رفع عدد النواب الى 128 مقعد رشيا والبقاع الغربي كمان في عندنا برشيا والبقاع الغربي 10133 ناخب ماروني في ماروني واحد مقعد ماروني واحد مقترح نقله الى جبيل كسروان حيث هناك سبعه مقاعد خمسه مارونيه خمس مقاعد مارونيه وفي عندنا 143000 ناخب بهي الدائره طبعا منذ انشاء المقعد في 92 شغله النائب روبير غانم بسنه 96 صار انتخابات سقط روبير غانم طلع هون جديد اعادوا الانتخابات ورجع روبير غانم بمقعد بعلبك الهرمي في عندنا 22765 ناخب ماروني هذا المقعد موجود بسنه 1960 مقترح كمان ينقل الى جبيل كسروان وهودي اسماء اللي تبالوا على المقعد مرشد حبشي بشير كيروز اخر شيء ربيعه كيروز نادر سكر وحاليا امير رحمي المقعد بيروت الثالثه عندنا مقعد الانجيلي كمان هذا مقعد في عندنا 2600 ناخب مقترح انه ينقل على بيروت الاولى للاشرفيه الرميل الصيفي والمدور بعد ما ضمنها في عندنا 4072 ناخب وهودي اسماء اللي تداولوا على المقعد منهم الشهيد باسل فليحان وحاليا نائب باسم الشاب وهذا المقعد موجود ببيروت من سنه 1960 وعندنا المقعد بيروت الاخير اقليات مسيحيه في عندنا 12537 مقترح ينقل على بيروت الاولى واللي تداولوا على المقعد هن فريد جبران لفتره طويله اسمر اسمر جميل شماس ومؤخرا النائب وهذا مقعد منذ انشاء الحياه النيابيه من 1922 موجود ببيروت هذا المقعد بس المقعدين الانجيلي والاقليات ولا مره كانوا بدائره واحده مره يكونوا بالاولى مرتين بنشوفهم سريعا بس خليني اشوف لانه انتهى الوقت خلينا نشوف بحديث عن الغاء مقاعد 20 مقعد يعني العوده الى 108 نواب في البرلمان بدل 128 مين النواب اللي بيطيروا اذا رحنا على رجعنا نزلنا عدد النواب نحن مثل ما بنعرف انه دائما دائما قوانين الانتخاب بلبنان كانت توزع النواب 6 مسيحيه مقابل 5 اسلام بقانون ال 60 ارتفع عدد النواب من 66 نائب الى 99 نائب موزعين 54 مسيحي و45 مسلم باتفاق الطائف عملنا مناصفه زدنا عدد النواب 9 اللي هن 3 شيعة 2 سنة 2 دروز و2 علوية صرنا 54 مسلم 64 54 54 ما زدنا ولا مسيحي لانه المسيحيين لانه هن اساسا كانوا اكثر فصار عندنا 54 مسلم 54 مسيحي باول انتخابات صارت بعد الطائف سنه 1992 طلع القانون الانتخاب ورفع عدد النواب ل 128 الى 128 اي بزياده 10 نواب كانوا 5 سنه و5 شيعة 4 موارنه 3 روم ارثوذكس و2 روم كاثوليك توزعوا هون السلايد الباقي ايه اللي بعده فينا نشوفه ايه اللي بعده يعني موجودين اوكي هودي توزعوا النواب الخمسه السنه اذا بدك اخر شيء عم نشوف بيروت الثالثه مش هيك؟ ايه بيروت الأولى عندنا 8 نواب ما تعدل فيها شيء، بيروت لا تعديل أصبح عدد النواب 4، يعني أي. زدنا نايب ببيروت زدنا نايب أقليات شيعي. شيعي زدنا نايب شيعي النواب حتى نسهل كمان ايه لنسهل أسرع نسهل زدنا 5 نواب، أول 5 نواب اللي نزادوا 5 سنة، واحد زدناه بصيدا، واحد زدناه بعكار
واحد زدناه بالمنية الدنية، واحد بالبقاع الغربي راشية، واحد ببعلبك الهرمل. أوكي، هاو نواب السنة، هاو السنة الشيعة. الشيعة زدنا واحد ببيروت، زدنا واحد ببعلبك الهرمل، واحد بالبقاع الغربي راشية، ما كان في عنا نائب هونيك، واحد بصور وواحد ببنت جبيل. هودي قصة نواب النواب الأربعة الموارنين زادوا واحد بكسروان، واحد بالمتن، واحد بالبقاع الغربي راشية، واحد بطرابلس مثل ما حكينا. نواب ثلاثة روم أرثوذكس، واحد بالكورة، واحد بعكار، واحد بالمتن. اثنين روم كاتوليك، واحد بزحلي، واحد بالمتن، واحد ارمن ارثوذكس بزحلي. هودي هن هدول اللي ممكن اليوم اذا تم التراجع يعني يحسفوا. نعم، يعني نايب الارمن الارثوذكس اللي هلا يمكن النائب شان جانجانيان بزحلي بيلغى، نايب بتمنى نرجع نعدد لانه انتهى يعني بهذا هو المشهد اللي ممكن يخسره اذا عدنا ل 102 طبعا مع صعوبه تحقيق هذا الامر. برجع شكرا لك كثير الباحث في شركه دوليه للمعلومات محمد شمس الدين، كثير يعني بنشكرك على هذه الايضاحات، على انه فهمتنا المشروع الجديد، وايضا ساهمت بانه يكون الصوره واضحه اكثر عند المشاهدين. طبعا اطلالاتك ولقاءاتك رح تكون معنا كثير ان شاء الله بالايام والاشهر المقبله. شكرا لحضورك مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعه، غدا حلقه جديده من برنامج حدث، تكونوا على الموعد.